بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفن الإسلامي، هل يوجد شيء تحت مسمى الفن الإسلامي؟ هل يوجد بعض الأمور التي يقوم بها الناس تندرج تحت هذا المسمى؟ وإذا كان هنالك شيء يسمى الفن الإسلامي، هل الإنشاد فن إسلامي؟ هل النعي فن إسلامي؟ هل الرثاء فن إسلامي؟ كل هذا سوف نتعرف عليه هذه الليلة إن شاء الله في ماتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.